أنا مستفيدة من هذا المركز ديال تأهيل وإدماج المرأة. جيت شاركت في دورة تكوينية ديال تأسيس وتسيير التعاونيات. تلقيت الدعوة بالنسبة حيت هذا التكوين كيهمني بزاف وأنه غيزيد بيا القدام من بعد. بالنسبة لهاد الدورة التكوينية استفدت منها بزاف وعرفت شي حوايج اللي ما عمرني أصلا عرفتهم، يعني بزاف، يعني كيفاش كتأسس تعاونية وكيفاش أشنو هما أهم الوثائق اللي خاص يكون وأشنو هما اللي خاصني نتجنبهم ما نديرهمش في التعاونية على حسب من هنا القدام. يمكن لي أنني حتى أنا يمكن لي نأسس تعاونية بما أنني مستفيدة من في هذا المركز، مشاركة في دورة تكوينية ديال الباتيسري، وعندي أنني مشاركة في دورة تكوينية ديال الفرصة الثانية. يعني هاد الدورة التكوينية اللي داروا غادي تعاونني بزاف من ناحية الخدمة ديالي، يعني من ناحية تطوير الذات ديالي، يعني ما غنكونش غير حابسة غير في ديبلوم واحد، يعني بزاف ديال الدبلومات يعني جايين منها القدام، يعني يمكن ليا ندير به اي مشروع ديالي خاص، يعني ما يمكنش هي غير نبقى شاده ديبلوم وجالسه. السلام عليكم، انا بغيت نهضر على هذا التكوين، هذا تاسيس جمعيه او تاسيس تعاونيه. برغم انني مستفيده من هذه الجمعيه تلدات، كندير ورشة حلويات، بغيت باش نكون راسي انا نعرف شنو هي هذا التعاون، حيت من القدام بغيت هاد الدبلوم ديالي نستفد بيه ونستفد باش نعرف انا كيفاش شنو هي التعاونية. عرفنا الحمد لله شنو هي التعاونية، عرفنا كيفاش العوائق ديالها، كيفاش تأسس، شنو هما القوانين ديالها. المهم الحمد لله عرفنا كيفاش باش من هنا القدام ان شاء الله نستفد، نعرف انا الا بغيت ندير تعاونية نعرف كيفاش هادي الناس تجمع شحال شنو هما العوائق ديالها، شنو هما كلشي. ايوا الحمد لله الساعة عرفنا كيفاش التعاونيه ديالي باش لي ديبلوم ديالي تا هو يزيد يزعم، ونعرف فهمتي نزيد نكون راسي نكون ذاتي في مستقبلي ان شاء الله. صراحه بغيت مازال بزاف لي ديبلوم وبغيت مازال بزاف لي شواهد باش نزيد نزعم، حيت صراحه نزيد نكون راسي ونزيد نفهم ونزيد نعرف شحال من حاجه، حيت واخا هكاك خاصني بزاف الحوايج ان شاء الله نعرفهم